في تقرير مهم جدا، تصريحات للاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره، وتصريحات ايضا للمهندس عبد القيعي رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه وباسم مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، نرحب بالسيد ستيفانو زيلياني الرئيس التنفيذي لشركه بروميثيوم تاير ايجيبت، والسيد محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بوجودهم معنا اليوم. وبنرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والصحفيين اللي بيشاركونا هذا المؤتمر، وكل التحية للسادة الحضور. قبل ما نخوض في تفاصيل المؤتمر، عايز اقول لحضراتكم ان ملف الرعايه في النادي الاهلي هو ملف مهم جدا لمجلس اداره، وبيحظى باهتمام كبير، لان النادي الاهلي وهو بيتلقى عروض الرعايه من الشركات المختلفه مش بيدور بس على القيمه الماليه الكبيره من عرض الرعايه. النادي الاهلي بيدور على حاجتين: أول حاجة إنها تكون شركة رائدة في مجالها، علشان النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر، في أفريقيا، في الشرق الأوسط، تاريخيا وإنجازات وشعبية وجماهيريا. فلازم الشركة اللي بتكون في معاها شراكة، لأن هي عقود النادي الأهلي مش عقود رعاية فقط، هي عقود شراكة مع النادي الأهلي بيكون فيها استفادة للطرفين وعائد للطرفين. فبندور دايما على الشركات الرائدة في مجالها علشان يكون في شراكة بينها وبين النادي الأهلي.